ميني ستوديو. حلقة جديدة لميني ستوديو بتبلش هلأ مع فقرات بتنتظرون كل يوم وشخصيات أكيد بتنترون وبتحبون كتير. حلقتنا اليوم بتحكي عن بلد يمكن كتار منكم ما بيعرفوا معلومات كتير عنه، كرمل هيك ميني ستوديو رح يعرفكم على معلومات ورح يسليكم بنفس الوقت. البلد اللي رح نحكي عنه اليوم هو هولندا، خليكم عم تحضرونا لأنه معلومات كتير انتريسانت ناطرتكم بهيد الحلقة. ولكن أول شيء رح نبلش شوية جاسبس معي، ومثل ما شايفين في لورا مورانو. لورا هلأ عم تحضر موفي جديد اسمه A Sort of Homecoming. هيدا الموفي عم تقضي وقت كتير لورا لتحضر له، وعم تقضي كمان وقت مع الكاست تبع هيدا الموفي، يعني الأشخاص اللي رح يمثلوا معه، عم يظهروا سوا، عم يتعشوا، عم يتغدوا، هيك لي إذا بدكم يقووا هالعلاقة بيناتهم ليقدروا يقضوا وقت كتير عم بيمثلوا هيدا الموفي. بس بعد ما عرفنا إذا رح يكون هيدا الموفي مع ديزني تشانل ولا مش مع ديزني تشانل، بس بكل الأحوال بدنا نقول لها جود لك للورا مورانو. رح نشوف هلا ميوزك فيديو لها ومنكفي من بعده أخبارنا. There was a time when I never could have imagined myself on stage. But I wouldn't be here today if it wasn't for my friends, Austin, Trish. Just sing the song. The song is called I'm Finally Me. وهلا رح ننتقل لتاني خبر بحلتنا لليوم يلي هو عن مايلي سايرس. مايلي قلت لكم بلشت البانجرز تور تبعها وعم بتحقق نجاح، فينا نقول منه كتير كبير ولكن في البعض عم بحب هيدا التور. بس الخبرية مش هون، خبرية انه بهيدا التور صار في كتير ستارز عم بيدعموها لمايلي سايرس، وبكل شو عم تعمله عم بيكون في حدا مشهور موجود ليدعم مايلي سايرس مثل كيتي بيري، هيلاري داف وكتير غيرهم. فاذا ات سيمز انه الستارز اللي رفقه مع مايلي سايرس كتار وعم بيدعموها بالتور تبعها. نحن رح نقول لها جود لك لمايلي سايرس بكل شيء بتعمله، ولكن منضل نفضل انه ترجع مثل ما كنا نعرفها، مثل ما رح نشوفها هلا بهيدا الميوزك فيديو لهانا مونتانا. أما الميوزك فيديو of the day لليوم، حضر لكم أنا ميوزك فيديو لوان دايركشن. من بعد ما حطيناه أول مرة كتار رجعوا طلبوا أنه يحضروا مرة تانية لوان دايركشن best song ever، نسمع كلنا سوا. هيك لنبلش حلقتنا بكل حماس من ميني ستوديو على شاشة الام تي في. Singing best song ever, here is One Direction. Thank you.
بلد أوروبي حلو كتير، مشان هيك أنا جبت كتاب اسمه لغوب كيسيون ريبونس 8-10. حلقتنا اليوم بتحكي عن هولندا. هولندا يلي كمان بيسموها بيبا. البيبا هن بلجيكا، هولندا واللوكسمبورغ، وبيسموهن بيبا. وموجودين وين؟ هيدا خريطة أوروبا رح نشوفها هون بالكتاب. موجودين بشمال غرب أوروبا حد بلجيكا وألمانيا، في عنا هون بيبا. شو عاصمة هولندا؟ أمستردام. أمستردام هي مدينة مهمة كتير مشهورة بالعالم كله، رح نحكي عنها أكتر وأكتر بحلقاتنا. بس كمان تعالوا نطلع ونشوف هون هالكتاب الحلو يلي بيعرفنا عن بلدان مختلفة بأوروبا، وبيفسرنا شوي شو هو وكيف عملوا الاتحاد الأوروبي أو اليونيون أوروبيان. كتاب هون بيحكوا عن البيبا، مثل ما نكون شايفين بنشوف توليب دايما، لأنه هن عندهم أكبر إنتاج لهالزهرة التوليب الحلوة كتير يلي بيصدروها لبلدان العالم كله. فإذن هيدا الكتاب حلو اسمه لغوب، لأنه حلقتنا بتحكي عن بلد أوروبي مشهور، رح نكافئ نحكيكن عنه بعد شوي. De l'ail à l'oignon et même le pignon. Tu sèmes, tu récoltes, tu sèmes, tu récoltes, tu sèmes, tu récoltes en toute saison. Papouf, 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 gentil fermier. Papouf, 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 le boulanger. Papouf, papouf, tu laboures la terre. Papouf, papouf, l'été comme l'hiver. Papouf, 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 tout meunier. Papouf, 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 le menuisier. Papouf, papouf, y'a du bois scié. Papouf, papouf, un grand jardinier. Tu es meunier, tu fais du bon pain que tu prépares derrière ton fourneau. Tu cueilles aussi le bon raisin, tu es le plus grand vigneron. Papouf, 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 gentil fermier. Papouf, 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 le boulanger. Papouf, papouf, tu laboures la terre. Papouf, papouf, l'été comme l'hiver. Papouf, 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 tout meunier. Papouf, papouf, papouf le menuisier. Papouf, papouf, y'a du bois scié. Papouf, papouf, un grand jardinier. Tu descends au jardin, que tu soignes très bien. Violette ou coquelicot, pomme ou abricot. Tu sèmes et tu récoltes pour confiture ou compote. Papouf, papouf, gentil fermier, papouf. Papouf, 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 gentil fermier. Papouf, 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 le boulanger. Papouf, papouf, tu laboures la terre. Papouf, papouf, l'été comme l'hiver. Papouf, 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 tout meunier. Papouf, 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 le menuisier. Papouf, papouf, y'a du bois scié. Papouf, papouf, un grand jardinier. Papouf, papouf. Papouf, papouf, papouf le menuisier. Papouf, papouf, y'a du bois scié. Papouf, papouf, un grand jardinier. بدي صير معلمة، وبعد الظهر بدي غني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. ماريا كلاريتا جمعة عمرها 12 سنة، بتحب كتير ترقص زومبا بس ما بتحب تعمل جيمناستيك. مانويلا سردو، أهلا وسهلا فيك، عمرك 12 سنة وخبرتينا أنه بتحب كتير اللون الموف بس ما بتحب تدرسي مات.
اهلا وسهلا بماريا ومانويلا. مانويلا هي رح تبلش، هي قالت انه ما بتحب المات، بس انا بقول انها رح تكون كثير شاطره بهاللعبه 1 مينت اد بي ال اف، ورح تعرف تعد وتحسب وتعمل سكور كثير عالي. يلا مانويلا بلشي ستارت جيم وسوا رح نعيش معك 1 مينت اد بي ال اف هلا، ونجرب نعلي سكور قد ما فينا، وانتم بالبيت فيكم تلعبوا معنا كمان. هيدي اللعبه مفيده لانه بنفس الوقت بنعد وكمان نتعلم اكثر على العمله اللبنانيه يلي عملت واللي هي عملت بلدنا. 140,000 26,000 كيف تعمليها؟ اوكي شطوره وسريعه. بقي لك نص الوقت، كلكم فيكم تشتركوا بهاللعبه مع 1 مينت ات بي ال اف، بنلعب نتسلى وبنربح كمان يوث باكج. شو هو اليوث باكج؟ يوث باكج يعني بطاقة بتسمح لنا نفتح حساب باسمنا ببنك ليبانو فرانسيز، نربح 100 دولار، وهالبطاقة كمان بتسمح لنا يطلع لنا رسومات مختلفة بمحلات بلبنان. فيك تكفي بعد عندك 4 ثواني. يلا تلحقي تعمليها؟ لا. كثير منيح سكارك 3845، عظيم لحدا ما بيحب المات. اوكي هلا دور ماريا. 3845 ماريا رح تجربي تعملي احسن وتتربحي، صح؟ يلا جربي. بسي بلاي اجين. فاذا اكيد اللعبه مختلفه وانتم بالبيت فيكم تلعبوا اونلاين على الانترنت هاللعبه مع بنك ليبانو فرانسيز. عشرت تفوتوا على فيسبوك بيج تبع بنك ليبانو فرانسيز وهيك بتتمرنوا، واذا حابين تجوا لعنا كمان فيكم تعيدوا اساميكم. باقي لنا نص الوقت هون، هي كتير منيح سكارك، بقيلك بعد 20 ثانية. خمسعش، خلص الوقت تقريبا. برافو 3100. فاذا بتكون مانويلا هي اللي ربحت لان هي عملت اكثر من 3100. بس ماريا بنشكرك لانه لعبتي معنا. شو هديتك مانويلا؟ هي بطاقه يوز تقدر تفتح حساب و100 دولار اكيد ببنك ليبانو فرانسيز. نشكر بنك ليبانو فرانسيز وبندعي كل اصحابنا يفوتوا على فيسبوك بيج تبع بنك ليبانو فرانسيز على تاب ميني ستوديو تيحطوا كل المعلومات المطلوبه اذا بحبوا نتصل فيهم ويجوا يلعبوا معنا مثل ما اصحابنا عم بيجوا كل يوم كل يوم بميني ستوديو. ميرسي لبنك ليبانو فرانسيز. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقه يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لعبرهم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. ميني ستوديو بيركضوا بيلعبوا بيستكشفوا كل النهار، وهيك بيتعرضوا للأوساخ والميكروبات يلي أكتر شي بتتجمع بشعرهم. بس بآخر النهار في هايجين شامبو بيهتم فيهم وبنظافة شعرهم بأطيب روايح وبلا دموع. هايجين شامبو، اهتمام تمام. اليوم مع كل شامبو هايجين لدموع باكي فريش اند سوفت مجانا. عبالي كورنيت طيب كتير، وفي شوكولا البندق كتير، ونصه كريمة كمان، وعليه بونبون من كل الألوان، وبيخليني مبسوط كتير. اسمه تيو 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 كورنيت تيو 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 في ستوديو. غوتن موركن. ما فهمتوا علي؟ بتعرفوا شو يعني غوتن موركن؟ غوتن موركن يعني بونجور بأي لغة؟ بالدوتش. دوتش هي لغة الألمان يلي بيحكوها، بهولندا يلي هو بلدنا اليوم بيحكوا إنجليزي وألماني وإنجليزي وألماني، هيدي هي لغتهم يلي بيحكوها هونيك. هولندا ما عندها لغة يلي هي مثلا كيف بقول نحن من لبنان لغتنا العربي مثلا، هن بهولندا لغتهم هي الانجليزي، بس عندهم اكسنت ديفرنت، يعني كيف بيلفظوا الحكي بطريقه غير. هولندا بلد كثير 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 حلو، والعالم يلي فيه كثير بحبوا الحياه، بخلصوا شغل بيروحوا بيعملوا سبور، بخلصوا شغل بيروحوا بيعملوا اكتيفيتي مع رفقاتهم، بس ما بحبوا يقعدوا بالبيت. بس هلا
انتو بالبيت وانتو شو عم تحضروا ميني استوديو مزبوط برنامجكم المفضل على الام تي في. بس هلا شو وقت نعمل؟ وقت نحضر فيديو كتير مهضوم، فيديو عن بنت بتعمل جيمناستيك. بس عشو بتعمل جيمناستيك؟ لا مش على الارض. هلا منشوف كلنا سوا. بلاي. كتير رح تتفاجئوا. واو، تخيلوا نحن على الارض انجأ نعرف نمشي وننط. واو عن جد. ليكو كم مرة برمت بالهواء ورجعت وقفت؟ ما معقول. It is wonderful and great. ثلاث برمات برمت ورجعت وقفت عادي. برافو عن جد، تستاهل انه كلنا نزقف لها زقفة كتير 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 كبيرة لأنه كتير شاطرة وكتير موهوبة هالبنت. هلا ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو اللي شفناه وبعدها عم تعمل حركات. ما معقول هالبنت شو شاطره. انتو كمان اذا بتعرفوا تعملوا جيمناستيك او بترقصوا او بتعملوا حيلا شيء فيكم تصوروا لنا فيديو كتير حلو وتبعتوا لنا اياه على فيسبوك بيج، على انستغرام، على تويتر. وانا هون بفاني فيديوز كل يوم رح فرجي فيديو كتير مهضوم لكم. بشوفكم بكره بحلقه جديده. باي. جو يا يزبك، اليوم بيصير عمرك 9 سنين. هابي بيرثداي من كل اكيب ميني ستوديو. مبروك. كيدز تينز جايد هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. مبروك، ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون.
هولندا بلد أوروبي بشمال غرب أوروبا، عاصمته حفظته أمستردام، وأكيد في بلدان كتير مهمة فيه مثل كمان أوتريخت يلي لازم تحفظوا اسمه. كل يوم رح نعطيكم معلومة مختلفة شوي، وأكيد رح تتعلموا أكثر وأكثر عن هالبلد إذا قريتوا عليه على الإنترنت أو كمان عبر الكتب. مساحة هولندا هي 34 ألف كيلومتر مربع، يعني بلد كتير كبير، وأكيد مشهور بمرفقه الكتير كبير، وكمان مشهور بالمطار الدولي اللي فيه اللي هو من أكبر مطارات أوروبا. وهلأ قبل ما نخلص حلقتنا رح نقرأ رسالة انتو بعتولنا اياها، واذا عندكم كمان اخبار او سافرتوا على شي بلد حلو وعندكم صور حلوة فيكن تبعتولنا اياهم عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو. ما تنسوا تفوتوا وتحطولنا لايك، وكمان تقولولنا كل شي بتحبوا تعملوه. اذا بتحبوا تشتركوا بميني ستوديو تبعتولنا رقم تليفونكم. فاذا هلأ رح افتح صندوق بريد ميني ستوديو وشوف مين بعتلنا رسالة. هالرسالة من روان مير يلي هو عايش بطرابلس، وبقول انه بده يشترك معنا ويجي لعنا. اهلا وسهلا فيك روان. بقول انه بحب هالبرنامج وبحب كل الناس يلي بيقدموه، ببعث لنا بوسه كثير كبيره، وبده يقدم هو كمان فقره بميني ستوديو. نشكرك كثير روان على رسالتك. اتصل فينا على الرقم 03-85-86-87 ومنشوف سوا كيف فيك تشترك بميني ستوديو اللي هو برنامجك. طيب وهلا رح نقول لك مبروك ونشوف هديتك ونقول لكم باي، ونشوفكم بكره بحلقه جديده وموضوع جديد. باي. مبروك. الهديه هي لعبه حلوه كثير تقدمت ابو شبكه. مبروك لألكن، الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمت بيير روجيه. Thank you.